كيفاش انا عطيتش الحق ناكل ولا كيفاش ديري لي حسينك البرامي هاكي مربدي كولي كولي مربدي هاكي هاكي ها هو دراعي ها كولي كولي ديك دراعي كولي فاش ما تكوني صايمه وتمشي لسطال الحلوه تما قولوا ليا واش توما يا سامتين فيم بغيتوني تي انا نزمط فمي معاكم واش هاد الخدمه اش هاد الويل اش هاد الهدران معنا ودي على هادشي كامل معنا في عايشين حنايا عايشين في السبالة ولا عايشين في زريبة تا كيفاش انا يوتا معطيتش الحق ناكل ولا كيفاش حاشاك وماشاك يا فضل بغا الحاشاك بنيتي حاشاك قالك حنا مزنزنات ومالك يا بنيتي شايفانا سالتا تسري ولا ودي عسف في حقات في دارهم دي عاد ندق على الديور دار بدارهم طعنا الضبع بحالة ولا تحل علينا فما ولا تفهم علينا فهمت يا بنيتي كبروا لك الكتاب غرز لك لسان بنيتي بقى ولا ماضي فيك ولا كنشع فيك على لسان اما الدريع كبروا وشي حاجة ما كديريهم بيها عنهار كامل طيا خيطي بيطي خيطي بيطي تراري هكا وتراري هكا عمل دار دار صحابات قاضي الحاجة وتقيت معاهم كي دهيش قطكية ويلي على جدة شتا جدة تيا كاع بنادم كاع ميتو معاك فرندين حيت تيا كيدخل معاك سكام السكام راه ما كيواليكش ما كيجيكش معاك دخلت عليك من بالله قلت انا انجلز جيعانة انا هي ما غناكلش حيت ما صايمات صافي انا نصوم معاكم انا هي ما صايمات خصني ما ندخل خصني ما ندخل هاد الفم ها ويلي ما تاكليش غديد وتاكلي مراودك وتاكلي جنابك على زين في عيلك نديرو لك ما تاكلي على زين في عيلك نوجدو لك ما تدخسي وتتكون يا بنتي بحالك بحال دياتك تحفي الزرع وتخلي تخرجي تخرجي تشطيبة الباب الخيمة وتكوني للي جاتي قادو مقدادة بنيتي نديرو لك ما كيدار نهار العرس بنيتي تاكلي تيبان والديك وسيري لحسي لك البرامي لحسيهم يخرجوا هكا يديروا مغسولات عب الحيسك ولسانك الصليغ اللي هو اللي فيك شو مالكم ويلي ما تخلوا حد ينعس ما تخلوا حد يحط راسو على الخدة ولا يحلم بهاد النعاس الله يعطيكم الله ويتبعكم بالفلا ما كتسكتوش ما تسمح الله طماطه مالكم اش كاين شكاين مصدعني طلع لي القبضة الشجرة ما خليتني حتى نقعد على نعاس بخاطري شوفي انت يا ماما نقول لك واحد الحاجة شتي أنايا أنا شاكة فيك واقلعة كارياني ولا عم سلفاني ولا عم ربياني ولا شي حاجة من هاد القبيل واش أنا ما غناكلش أنا جاني الجوع مالي غنتهاوش وبغيت ناكل نشد في مراودي نشد في رجليا نشد في راسي ها ويلي وسيري يا بنيتي عطاك جغدين وبنيتي ما كيما كتسبعيشهم وما كان يا بنيتي فيك السين تا ولا ما كاع هاكي مرودي كولي كولي مرودي هاكي هاكي هو دراعي كولي كولي ديك دراعي كولي هاكي راسي بخري قلت راسي بخري ديري ليه مزير وديري ليه كامون بخري بقيت انا يا بنيتي ما كنيتيش مور كلشي كدوزي فيه ما كاينش يا بنيتي شي حاجه ما ديريش ما تدوزيش فيها الجران دزتي فيه الحنان دزتي فيهم العقارب دزتي فيهم والله ما بقات شي حاجه هاكي هاكي يا بنيتي هاكي بخريني لا 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 سمحي لي يا ماما لحمك ما كيدوش في الماكله ما كيدوش في الطياب لحمك ما كيطيبش اختك ديري على الفاخر لحمك الله يستر خليني عسي اكثر الله يرحم بك عطوني عمل ناكل انا يا عباد الله نعطيها ابني تعطيها وزيديها قريتي فيها وسريتي فيها وهالشي اللي بغيت لها تأني تقاني تايرا ما مقرصاك هاكو كنت مقرصاك بنيك دي هاكا كان مقاد لك الطرح ومصرق لك المراود وعاطيك بالهراوة على الفم كنا بنيتي ما تقلل الحياش وما تجيش تسولي علينا حنايا فينا الماكلة كراكي موجدوها راسك وموجدة علينا الفطور وتدير التاويل وتبارك الله منك تحطي على الجرح والبران حتى يحطوك على الجرح وتخمجي وتزيدي ضر على ضر الله يعطينا على الضر بنيتي لبقينا معاك هكا خليني عاسي اكتر دوما مالكم هويلي دخلت عليكم بالله نعاقولوا لي واش نتوما كنتو حافظين على العافيه ولا كاركين على الدجاج
واش انا العباد اللي ما غادي ناكلش؟ راه اليوم ما صايماش انايا، ما صايماش. جيبو نعيط نبرح في الدوار نقول لهم ما صايماش، ها نمشي عند القيه. اويلي انا ما كليتش في دارنا، فين ناكل؟ ناكل في الجامع. واش طيبني تي نقول لك واحد الحاجه، انت يا قصاد الكلي ديا ما بقات فيك فايده، ما بقى فيك نفع. وبنتي ما بقيتي ديري حتى شي حاجه اللي تحمر الكيلو وشيه مع الناس. انا بعدا ما بقاش نهز لك الهم، ولا بقيت جالسه معاك غدا نهتر ونولي نشجر بالكراسن. الناس كيشجروا بالحجر، انا غنحيد كراسن وكراسن جدك اللي باقي عندها كراسن، وغدا نولي نشجر به في الدوار. يعطيك الدنيا بنيتي انا. يا شيخ يا بنيتي عطيني ودنك وسمعيني مزيان، غدا نقوليك شوف هي يا كنتي باغا عاد تخرجي وباغا غتاكلي. اما الصبح الله تعالى تقلل عليا في الحياة. اي قال لي انا بغيتك عاد تخبري بعد تخبري كاميرتك تبعدي مني ما شفتك الزنفيرة ديالك. اشوف هي سيري الكوزينة تحت الموطاجي تحت القصري الباني يصفر، راه هو كيف الخضر، راه قديم وشابغة فيه الشمس وعاطيه مزيان تا ولا ليموني، راه هو كي العكري. ولكن لا جيتي تقربي ليه وتشوف يتحقي فيه مسكين، غتلقاي جم عاد قلبي تحت منو، غتلقاي سطل ديال الحلوى تجي في الباكية، وبقاي تاكلي طيبة انا والديك، عطيني عشبر تاع الطيقة، ولا جات مك انايا نغبر عليك عاد بعدي مني، عطيني عشبر الطيقة يرحم بوحك. اواه جدة وما كيما درتيها من صبح الله، ما كيما خلياني طرطرات 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 من الصباح وانا كنبلبل، قولي لي اليوم من الصباح ماشي تخليها دار تفيقوها ولا في حناطة وطناطة وجبد البالة ودير الفاس ودك دك وحمض جاب عارج ضرب يا ما ضرب وطحن يا ما طحن. قولي لي من صبح الله سيري يا جدة الله ينورك، سيري يا جدة لا يحرقك شعرك، علاه كان جاية نحن حي ما فهمت اللي كان جاي عكو حي غنعرف انا كاين. زين يا سين سيري دابا قالت لك طرح عصير على الطح حرام، قالت لي ولات فيك وبقيتي تنفعي ما بقيتي تضرك حليب الحمار. وزوال حليب الحمار راه كيدفع التوكاد هادي نسيتي انايا. الله تبعكم بالله، انت هي فين هي؟ انت فين غفرت كمالتها مسينا على الله في زهدك؟ ويلي يا بنيتي تا هي من خبارك شو وقالت لك غادا تمشي تقلب على سطال تاع الحلوى عرفات، وراه كاين تحت البوطاجي تحت القصري تحت البحر اليوم اللي كي هو في الصفر كي هو في الخضر هكاكتين اللي جيتي تحكي فيه تلقاي فيه. يا ويلي وخلي انا داوية وحدي الله يتبعك بالولا، ولا مشيتي ليها قادي ليها الطرح. الحياة هاينا حنا نعرفو كاع الحياة في هاد الدار. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش اهم حاجة هو انكم تصلوا على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ولكتو اول مرة غتشوفوني وغتشوفو هاد القناة تشتركوا في القناة ضغطوا على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، واللي باقي مفعلش الجرس يفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد، ودائما يكون جديد ما شاء الله سبحانه وتعالى. وبالتوفيق يا رب لجميع المسلمين والصلاة على اشرف خلق المؤمنين.